يسعد صباحكم مشاهدين وصفتنا لليوم باستا فلورا، تابعوا. يسعد صباحكم مشاهدينا، اكيد يسعد صباحكم نسيم واعتدال. وصفتنا لي اليوم حتكون الباستا فلورا، حنشوفوا مقادير الوصفه زي ما عودناكم كل يوم. عندي 5 ملاعق كبار زبده تكون درج حراره الغرفه، 5 ملاعق سكر ناعم، 3 بيضات، كميه من الفانيليا، بيكنج بودر، 2.5 كوب، ورشه ملح، وطبعا اكيد للتزيين حنستخدموا كميه من المربى. حنشوفوا مقادير، حنشوفوا كيفيه تحضير وصفتنا مش تو زي العاده. حنرجعوا لاعتدال ونسيم يستكملوا باقي فقراتهم، بعد حنشوفوا تحضير وصفتنا لليوم. شكرا لك اعتدال، اكيد متواجدين في مطبخ الشيف كرام. صباح الخير. صباح الورد نسيم، نهارك طيب. صحة المطبخ واجواء المطبخ هذه بصراحه ما طولناش، يعني مشيناش بعيد. اليوم طبعا حلو مش حار، حنشوف ممكن وصفه هي تقريبا من الدوله او يعني معروفه بشكل كبير. هي عباره عن باستا فلورا، طبعا معروفه من الاسم بتاعها من المطبخ الايطالي. باستا فلورا عباره عن عجينه قريبه من عجينه التارت، ما نقولوش نقولوا عجينه التارت بالضبط، بس قريبه ليها. تنحشى باي نوع مربى، يا اما نحضروها في الحوش او نستخدموا نوع مربى جاهز، تزين بالسكر الناعم. من الحلويات الايطاليه تكون يعني خفيفة وفي نفس الوقت، يعني اعتقد ان في ايطاليا لها بصمة كبيرة يعني في المطبخ الايطالي تحديدا، ومن الاطباق اللي زي ما قلت لك قديمة شوي، يعني لها فترة طويلة. حسيت حتى المكونات بسيطة جدا، ومكوناتها بسيطة تقريبا متوفرة في كل حوش. حنبدأ تحضيرها، طبعا حنحضر العجينة هي الأولى، حنحركه أو حنضرب الزبدة مع السكر هي الأولى، وبعدين حنكملوا باقي. سكر ناعم صح؟ ايه سكر ناعم، لأن العجينة لازم تكون عندنا تكون قوامها يعني ناعم، ما تكونش فيها سكر عادي، فنسخن سكر الناعم. طبعا 5 ملاعق زبده، الملاعق اللي نحكي عليهم ما همش الكشيك العادي بتاع المعايره، اللي هم يكون يعني واللي ما عندهاش معايره شو بيحط؟ اللي ما عندهاش معايره تقدر تستخدم العادي، بس تحاول ان هي ما يكونش مسطح، يعني بحيث انه يكون معبي. لان الكشيك العادي لان الكشيك العادي ما يعطيش نفس المعيار بتاع، بس هو تقريبيا يعني ما يقارب 200 جرام يقارب 200 جرام زبده، يعني تقريبا احنا نقولوا قالب زبده. عارف اغلب الليبيات عينك ميزانك، يعني ما يهتموش هلبا بقصه المقدار هذا، فدائما احنا نبغى نعطوا حتى مش بالمقدار لكن هيك تقريبا. هو شوف في الحلويات غالبا نسيم ما تقدرش في الحلويات تحديدا، يعني ما تقدرش ايوه موضوع عينك ميزانك، الا اللي تبدا شنو زي ما نقولوا تبدا زيتها مثلا عجينه تبدا ظابطه مثلا كميه الزبده، يعني محضرتها اكثر من مره من قبل، فما فيش داعي ان هي مثلا تجيب تواصي ولا اكواب معايره ولا كواشيك ولا ان هي تعاير بهم. بس غالبا في الحلويات يعني مش مع موضوع ان احنا من عينك ميزانك الا في حاجات مثلا في الكريمات تحضير الصوصات، هذه طبعا تكون غالبا عينك ميزانك، لكن في الكيكه او في تحضير شويه خطا تجيك بدات الناس اللي ما عندهاش يعني ميول هلبه للحلويات او زي ما نقول ما تحضرش فيها بشكل كبير، يعني مش متعود عليها، تقول لي متعود زي مثلا انا لما نحضر كيكه خلاص عارفه ان الطاسه هذه زي ما نقولوا بتاعي في الحوش، عارفه انها مثلا تقريبا المقياس بتاعها قداش، فنبدا خلاص ما عادش ما نجيبش مثلا طاسه معايره ولا مكتوب عليها مثلا خطوط المعايرات، خلاص انا ايوه حافظه وظابطه القياس بتاعي يعني. كويس. طبعا حنضربوها لين تولي معانا يعني زي الكريمه زي ما تشوف فيها توا، بحيث انه خلينا نحط السباتيله بحيث ان كلها تتخلط مع بعض، الزبده مع السكر. حنضيف لها طبعا الدحي بتاعنا، عندي 3 دحيات صح ولا 3 دحيات؟ طبعا انا من الناس اللي كنت نحفظ نسيم في الوصفات، بس توا للاسف ما عادش نحفظ ولا حاجه يعني. خلاص. ممكن تسالني غدوه تقول لي شندرتي امس، نقول لك شندرتي بس قولي المقادير من كلام مش متفكره ولا حاجه. حنضيف كميه الفانيليا، هاي ناخذ كشيك، طبعا مش حنضيف رشه الملح توا، بس خلينا نضرب هذا مع بعض، وبعدين حنضيف كميه الدقيق بتاعنا
الحلو في فاصوليا زي ما قلت انت حتى لاحظت ان مكوناتها شويه ما تاخذش وقت كبير، حتى لو ما عندناش مكسر يعني في حوش ممكن احنا نعجنها بالايد عادي جدا، بس نضرب نحاول نحن نضرب الزبده والسكر كويس بحيث انه يكون قوامها زي ما شفناه بكري، وبعدين باقي الحاجات يعني نضيفها عادي جدا. هنزيد بس شويه بسرعه طبعا حصين كل شوي يعني حنحاول نحركها باش نجانس كلها مع بعض. ايوه انا حسيت ان الضحي قاعد فوق والخلطه هو عادي لانه المكسر ضروري ما تصير هيك. ولازم نستخدموا المضرب هذا، ما بديش نستخدمه الثاني لان الثاني حيعطيني كمية هواء فيها، وانا هي عجينة يعني مش كيفة. حتى دي ملاحظة مهمة ناسين، في ناس ممكن ما تعرفش تستخدم القطعة اللي تجي مع المكسر، يعني في ناس ممكن تستخدم الشباك الكبير نتاع نضربه به مثلا في الدحي او نضربه به يعني ندخله به في كمية هواء تستخدمه ممكن في العجينة. هذه من الاخطاء الشائعة يعني نحن لازم كل حاجة ولها استخدامها. طيب عادة المكسر يجي فيه تقريبا 3 أو 4 قطع، يجينا زوز من هذا اللي هو يكون العجينة، اي حاجة متخصصة ممكن هذا تكون العجينة شوية رطبة. في الثاني يكون زي ما نقول امتن شوية، مثلا العجينة نتاع خبزة او حاجة تكون ناشفة شوية. اللي يكون زي المضرب هذا كان نستخدمه فيه للكيكات عادة، ايوه يضرب دحي يضرب ايوه فديما نحاول احنا فنحاول احنا ديما نعرف كل حاجه واستعمالها، لان مثلا لو نجي هذا نضرب به دحي نتاع الكيكه ونبها تجي قوامها اسفنجيه مستحيله، لان الفورمه هذه ما تدخليش كميه هواء، الفكره فاهمه هي ما تدخليش كميه هواء للدحي نتاعي، فلازم احنا ديما نعرف كل حاجه واستعمالها شيء. انا طبعا خلاص ما عادش حنستعمل، حنزيد دقيق بس خليني نحي الزيت وحنحط عليها الدقيق. طبعا دقيق عندنا 2.5 كوب بس ما نحطهمش كلهم مع بعض. دقيق طبعا بستخدم دقيق متعدد الاستعمال ديما نقول فيها يعني مش مخصص للحلويات بس. حنضيف طبعا البيكنج بودر مع رشه الملح، طبعا ما خلوهاش العجينه عجينه اليوم طبعا ما فيش داعي ان هي تقعد ترتاح، حنشتغل بها على طول عادي جدا لانه ما فيهاش خميره فكميه بيكنج بودر بس. انا حنرجع لك اكرام طبعا حنشوف باقي الخطوات، ممكن حنحط في الكوشه ترى هو لا هو حنشتغلوها بس خلينا نقول حاجه قبل ما تاخذ فاصل نسيم. حنستخدموا القالب نتاع المخصص للتارت، يعني ما نستخدموش طاجين يكون ارتفاع عالي من الاطراف، ضروري نستخدموا القوالب اللي تكون بالشكل هذا او مخصصه للتارت بصفه عامه. هذه ملاحظه اللي نبي نقولها، اكيد احنا نسيم حخليك طبعا تمشي فاصل ما بين ما كملت العجينه وكملت الخطوات بتاعها. اكيد حنشوفوا بعدين الخطوات الاخيره لكيكه اليوم اكرام. حنمشي بس فاصل مشاهدي ومن ثم لنا عوده. شكرا لك نسيم، واكيد مع بعض حنشوفوا وين وصلت في طبخة اليوم، وين وصلتك؟ اكيد اهلا بك اعتدال، اهلا بكم مشاهدينا من جديد. شفنا بكري في بداية طبعا تحضير وصفتنا كيف حضرنا العجينة، قلنا العجينة بتاعنا ما خلوهاش ترتاح، احنا اشتغلنا بها على طول، اخترت القالب بتاع التارت، دهناه بزبدة، طرحت أول طبقة اللي هي ممكن احنا ناخذه نحلوها عليه رخامه ونحطوها، أو إن احنا نحطه طبعا حنحوله بس كمية بسيطة من حوالي ربع العجينة باش نستخدموها للتزيين، والباقي نطرحوها في القالب نتاع التارت، ما فيش داعي نحن مثلا نديروها بشوكة أو نطلعوا منها الهواء لأن هي أصلا مش حتنفخ هلبة. نصب كمية المربى، في ملاحظة على المربى بنقولها اعتدال أكيد مشاهدينا، على حسب نوع المربى اللي مستخدمينها، في أنواع مربى تكون شوية كثيفة يعني بحيث أن ممكن ما نقدروش نحن نحطوها على العجينة، فناخذ كمية المربى نحط حوالي ربع طاسة مية ونحطها على النار نخليها تغلي. هذا بالنسبه لي لو مستخدمين نوع مربى تكون كثيفه شويه، بس انا مستخدم المربى اللي استخدمتها اليوم زي الصوص يعني خفيفه ما فيش داعي ان نزيدها ميه او نغليها عليه النار. بالنسبه للتشكيله من فوق على حسب الرغبه، ممكن نديروها شكل مثلا شكل مربعات، ممكن احنا زي ما درت هنا مثلا على شكل ورده على حسب الرغبه بالنسبه للتزيين من فوق. بعدين طبعا حندخلوها للكوشه درجه حراره 180، حتاخذ مني 30 دقيقه في الكوشه اكيد طبعا في الوقت هذا. حنخلو اعتدال ونسيم استكمل
لكم لباقي فقراتهم. إكرام شكرا لك وحنرجع لك في الشكل النهائي ونشوف طبخة اليوم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وصلنا لنهاية فقرة الطبخ لليوم. زي العادة طبعا سمعوا إنكم شوفوا الشكل النهائي لوصفتنا لليوم وحلو اليوم، اللي هو كانت الباستا فلورا. هذا شكلها النهائي. خلينا بس نديروا لمسة بسيطة، اللي هي حتكون رشة سكر ناعم من فوق، دي على حسب الرغبة، بس ما نحطوش بشكل كبير بحيث إنه يكون لون المربى أو التشكيلة اللي احنا مدارينها تكون واضحة معنا. طبعا ما تاخذش وقت كبير زي ما قلنا في الكوشه، عندنا 30 دقيقه، هي المفروض تبرد شويه، قاعده سخونه يعني ما زينهاش بالسكر وهي سخونه، بس لان احنا ما عندناش وقت مش هنزيد سكر اكثر من هيك. اكيد طبعا هذا شكلها النهائي، وحنذكروا بالمقادير زي ما عودناكم. مقادير وصلتنا اليوم كانت 5 ملاعق كبار زبده ودرج حراره الغرفه، نحكي على الملاعق نتاع المعايره مش الكشيك العادي، لو بالكشيك العادي حوالي 200 جرام زبده، عندنا 5 ملاعق سكر ناعم، 3 بيضات، كميه من الفانيليا، بيكنج بودر، كوبين ونص دقيق، ورشه ملح، واستخدمنا المربى. وشفتوا كيفيه التحضير خلال القو، اكيد تقدروا تتابعوها على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه برنامج يوم جديد، وكذلك على قناتنا على اليوتيوب زي ما عودناكم. نشوفكم بكرة في حلقة جديدة وفي وصفة جديدة. دمتم في أمان الله، ونرجع لنسيم واعتدال لختام حلقتنا لليوم.